السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة أفكار شيكو. النهاردة إن شاء الله هنعمل إكسسوار حلو جدا، هنعمل غويشة 3 أدوار من الخرز اللولي، حلوة جدا تنفع المبتدئين اللي عايزين يتعلموا لسه شغل الإكسسوار. على فكرة أنا برضو لسه مبتدئة، وأول ما اتعلمت بدأت أعمل الغويشة دي، حلوة جدا، تحفة، شكلها قيمة وكمان مش مكلفة فلوس كتير. يلا بينا نشوف عملناها إزاي. اول حاجة استخدمتها هي خرز، انا اخترت اللون اللبني، خرزة كبيرة شوية، والخرز الاساسي عندي او اللولي بتاعي لونه ابيض، نفس المقاس طبعا الاتنين. تاني حاجة هستخدمها الخيط النايلون، بس انا هاخد الاسترتش بتاعه، يفضل في الغويشة ان هو يكون المطاط زي ما انتوا شايفين كده، يعني مش نايلون عادي. هستخدم طبعا الصفة او هستخدم المقص، ده بقى حاجة اسمها فاصل، فاصل 3 فتحة، هنلاقيه برضو في المحلات اللي بتبيع الخرز، هنلاقيه موجود، في منه انواع كتيرة، ده نوع كبير شوية 5 فتحة. تمام، انا هختار الصغير لاني هعمل غويشة، خلي الكبير لما نيجي نعمل حاجة كبيرة. دي كده كانت الادوات اللي انا هستخدمها النهاردة في طريقة عمل الغويشة السهلة والبسيطة دي. أول حاجة أنا خدت الخيط النايلون، ما قطعتش حاجة، سبته زي ما هو في العلبة بتاعته. ممكن نلضم إبرة وندخل فيها اللولي، بس أنا اللولي عندي فتحته واسعة، فما عنديش مشكلة إن أنا أستخدم إبرة أو أحطه كده بإيدي، ما فيش مشكلة خالص. أنا هبدأ أحط حوالي 12 واحدة من اللولي الأبيض، وطبعا لازم اقيس على ايدي الاول واشوف هل المقاس مناسب ولا لا. هحط الفاصل، طبعا الفاصل فيه فتحتين من الجنب، هدخل اهو الخيط في اول فتحة واطلعه من الناحية التانية، واكمل بقى هحط 6 خرزات من الخرز اللي لونه لبني ده، واجرب على ايدي واشوف هل هتبقى مظبوطة او لا. انا كده قصيت الخيط النايلون، هعمل بقى الدور التاني، برضو 12 خرزة من اللولي الابيض، وهدخل الخيط النايلون في الفتحة التانية بتاعت الفاصل زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين اكمل ال6 خرزات بتوعي اللبني. سهلة قوي وبسيطة، واي حد مبتدئ ينفع يعملها. زي ما قلت لكم انا برضو مبتدئة، واول ما عملت الغويشة دي، فعلا تحفة وحلوة قوي وشكلها قيمة كمان في اللبس. حطها في اخر فتحة من الفاصل وادخل ال6 خرزات اللبني، برضو هرجع اقيس على ايدي واشوف ايه الكلام. لا انا حاساها برضو ضيقة شوية، هزود خرزتين من اللولي الابيض. نخلي بالنا واحنا بنشتغل عشان الخيط النايلون الاسترتش ده ناعم جدا، كان ناعم جدا جدا معايا زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بخلص كل دور من الادوار بحط حاجة فوق الخيط النايلون عشان الخرز ما يرجعش يطلع معايا. اول دور اخدته وهبدأ اعمل عقدة كده صغيرة، بس واحنا بنعمل العقدة بقى ما نشدش عليها جامد، ما نشدش على الخيط النايلون جامد، لا حاجة بسيطة كده بالراحة عشان لما نيجي نلبسها معانا تبقى استريتش، تبقى مطاطة وما تتقطعش بسهولة. طبعا الزيادة في الخيط النايلون هبدأ اقصها. كده خلصت اول دور، همسك تاني دور واعمله برضو نفس النظام، وتالت دور نفس النظام. طبعا العقدة اللي احنا عملناها هتنزل تحت في الفتحة بتاعة اللولي، يعني مش هتبان معانا خالص. اهو ده تاني دور زي ما انتوا شايفين، وهعمل التالت وهوريكم الشكل النهائي. ما تنسوش لو اول مرة تتفرجوا على القناة بتاعتي
شير ولايك للفيديو عشان يوصل لناس كتير قوي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش كمان تحطولي تعليقات حلوة علشان تشجعوني وتخلوني اكمل في نفس المجال. انا زي ما قلت لكم لسه مبتدئة في موضوع الاكسسوار، بس عاجبني جدا وحابة ان انا اكمل. تشجيعكم هو اللي هيخليني اكمل. ده طبعا في اللبس، انا هجيبها كده يمين شوية بحيث ان هي تبان، الفاصل يبان معايا. شكلها قيمة جدا 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 في اللبس، والله انتم مش متخيلين، وتحفة، انا عجباني قوي. وان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات حلوة الفترة اللي جاية. اللي لسه ما اشتركش معايا في القناة ينزل يشترك دلوقتي ويفعل الجرس عشان لسه في حاجات حلوة كتيرة قوي عايزة اقدمها لكم. شكرا ليكم جدا، سعيد اني كنت معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.